كرمت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ما يقرب من 1000 من مواطنيها لتميزهم في خدمة المجتمع والإنسانية، من بينهم 4 من أصول عراقية، نظرا لمساهماتهم المتميزة في حقول العلم المختلفة، حيث تم تكريم الدكتورة نسرين علاء الدين العلوان اختصاصية الصحة العامة لخدماتها الطبية المتميزة. وحظي بالتكريم الدكتور رعد شاكر أستاذ طب الجملة العصبية في لندن. أما المشرفة الاجتماعية نورة العاني فقد حظيت بالتكريم أيضا. كما كرمت الملكة إليزابيث الثانية ضياء الجميلي وهو أستاذ الذكاء الاصطناعي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا البروفيسور الدكتور ضياء ماجد الجميلي. بداية دكتور ضياء، مبارك عليكم التكريم وكل عام وأنتم بألف خير. يعني هل لك أن تضعنا في صورة هذا التكريم، وفي أي إطار يمكن وضعه، وكيف يتم اختيار الفائزين بهذا التكريم ويرشح المرشح لنيل هذا التكريم؟ تفضل. السلام عليكم وكل عام وانتم بألف خير. شكرا جزيلا لاستضافتكم لنا. انا ضياء ماجد ترقي الجميلي من العراق، اصول عراقيه. جئت الى لندن حوالي 30 سنه قبل 31 سنه، وحصولا على هذا التكريم هو من خلال التكريم خاص بي، هو يسمى او بي اي، وهو الاوردر اوف بريتش امباير. هذا التكريم يحصل الأشخاص الذين يقدمون خدمات معينة في اختصاصاتهم. التكريم اللي حصلت عليه هو من خلال البحث العلمي، فهو التمييز بالبحث العلمي. طبعا هو يتم الاختيار عن طريق أشخاص لا نعلمهم. أنا حقيقة لا أعرف كيف تم وضع اسمي لهذه الجائزة أو هذا الوسام. أعتقد هي من خلال المدينة اللي أنت ساكن فيها، أشخاص معينين بالبحث العلمي أو خدمة المجتمع يخلون الاسم، وبعدين يصير عليها أعتقد تدقيق، وبعدين يصعد إلى رئاسة الوزراء، ومن رئاسة الوزراء يصعد إلى الملكة. فحقيقة أنا لا أعرف ما كيف وضعه الاسم، بس هو يبدأ من خلال العمل اللي أنت تعمل فيه. فأنا من خلال البحث العلمي أو التميز بالبحث العلمي خلوا اسمي، أعتقد من خلال المحافظة اللي أنا يعني ساكن فيها، وبدأ يصعد إلى وسطة وصارت تصفيات وخلوا اسمي. فهذا اللي يصير اللي صار. بس الأهم من هذا هو أنه تبقى هو إن شاء الله هو في خدمة العلم، وأهم من هذا هو في خدمة العراق. أنا عراقي الأصل، بريطاني الجنسية، أذهب إلى العراق عدة مرات بالسنة في سبيل خدمة الجامعات العراقية. عندي علاقات مع معظم الجامعات العراقية اللي موجودة في العراق. نعم دكتور ضياء، أرحب بك من جديد ونبارك لك هذا التكريم. وقد يبدو ذات التخصص الذي كرمت به الذكاء الاصطناعي غير واضح أو مفهوم لدى الكثيرين، فهل لك أن تطلعنا على هذا التخصص الذي كان اليوم هو التخصص الذي كرمت من أجله؟ شكرا جزيلا. نعم طبعا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، يعني التطبيقات مالتي هي التطبيقات الهندسية الطبية. أعمل مع 3 مستشفيات في ليفربول في المحافظة اللي يعني عايش فيها واللي هي شمال إنجلترا، وبنفس الوقت عندي أعمل مع بحوث طبية مع جامعات أخرى، هي الجامعات الروسية، وعندي جامعات أمريكية، جامعات كندية، وجامعات تركية. عندنا مركز بحث علمي في تركيا، اشتغلنا على الكوفيد 19، إضافة إلى عملنا الرئيسي واللي هو كيف نستطيع أن نجعل من الكمبيوتر والروبوتكس أنه يخدم الطب. وهذا وطبعا احنا نتوقع في المستقبل خلال 10 سنوات القادمه الطبيب راح يعتمد اعتماد كبير على على الروبوتكس او على الذكاء الاصطناعي، لانه الطبيب اهم شيء في الطب هو المعلوميه او المعلوماتيه. كيف عندك انت الداتا تستفيد من عندها؟ يعني من يقول لك الطبيب اذهب اخذ لي اشعه او اخذ لي ام ار اي، اخذ لي سونار، تجي هاي كلها للطبيب، من خلالها يبدي ياخذ الاعراض ومن خلالها يقرر. فاحنا نتوقع بالمستقبل او
في المستقبل القريب الكمبيوتر راح يعمل هذا من خلال الذكاء الاصطناعي. طبعا الثورة الأخيرة اللي موجودة بالعلم هي الثورة الرابعة. الثورة الرابعة هي تعتمد على المعلومية وعلى الارتفيشال انتليجنس هو الذكاء الاصطناعي. بس هذه الثورة هي ما جاية من الفراغ، هاي جاية من الثورة قبلها، الثورة الصناعية الثالثة والثورة الصناعية الثانية والقبلها الأولى. بس أكو ثورة مهمة جدا وهي الثورة الصناعية، احنا نسميها الثورة الصناعية وهي الاندستريال ريفولوشن، اللي هي الثورة الصناعية اللي أنا يعني أسميها المنسية، الثورة الصناعية ثورة الصفر اللي بدأت في بغداد قبل 1200 سنة. ومن خلال هاي الثورة اكتشف الصفر من قبل الخوارزمي، العالم المعروف الخوارزمي، في بيت الحكمة في بغداد ومراكز البحث العلمي كانت موجودة في بغداد. وهذا الصفر من خلاله بدأ يكتب الخوارزميات، والخوارزميات هي أساس الكمبيوتر وهي أساس الثورة الصناعية الرابعة اللي من خلالها نعمل بها ونعملها ونوظفها لعدة حقول، من ضمنها السكيورتي يعني إضافة إلى الطب، إضافة إلى الصناعة، إضافة إلى الأشياء الأخرى. طيب يعني من خلال توضيحاتك يعني توحي لنا بأن الذكاء الصناعي هو أصله عراقي أليس كذلك؟ وإذا كان كذلك يعني لماذا الكفاءات العراقية دائما تكون خارج العراق؟ أما أن الأوان للعودة إلى العراق أم أن الوقت لم يحن لغاية الآن؟ الحقيقة طبعا الكفاءات العراقية اللي موجودة بالخارج تفيد العراق في الوقت الحاضر، خارج العراق أكثر من تفيدهم داخل العراق. لأنه طبعا احنا أحكي لك على بريطانيا، لحد الآن أكثر من 1000 طالب عراقي بالدراسات العليا في دراسة الدكتوراه جو إلى بريطانيا وكملوا ورجعوا. هذول بدأوا يبنون الأساس في الأساس البحث العلمي. طبعا أساس أي تقدم مال أي بلد هو البحث العلمي. فبدت النواة تبدأ بالبحث العلمي في العراق، بدت تبدأ من خلال الطلاب اللي جو هنا وبدأوا يرجعون. طبعا التصنيف الجامعات العراقية كانت تصنيف راقي بالسبعينات وبعد شوي شوي بدأ يقل. هلا بدت ترجع من خلال النشر اللي موجود مال بحوث البحث العلمي. الشغل او الشيء المهم المفقود بالعراق هي الربط بين البحث العلمي والصناعه، وهذا اللي هو اللي يحتاج انه كيف تقدر توظف البحث العلمي لخدمه الصناعه، كيف وهذه الصناعه راح تطور البلد. فهذا الشيء المفقود واللي نحتاجه. طبعا تعرف الكفاءات العراقيه اللي موجوده برا دائما موجودين باماكن ومراكز بحث علمي توجد فيها كل الخصائص، كل الأشياء اللي نحتاجها من أجل البحث العلمي. هذه الأشياء ما موجودة بالعراق لحد الآن، وإحنا نتوقع إحنا نسميها الانفايرمنت، وهي الانفايرمنت اللي حول الباحث العلمي بيقدر يشتغل من خلالها. يعني عندنا فلكسيبوليتي، عندنا مجال للبحث العلمي، عندنا وقت بالجامعات. يعني أنا أستاذ عندي وقت أدرس 3 أو 4 ساعات في الأسبوع الدراسات العليا، والوقت الباقي هو في سبيل خدمة البحث العلمي. فهذا المجال، هذا المجال اللي موجود عندنا هنا، الانفايرمنت اللي موجوده في بريطانيا وفي الدول الاوروبيه في الدول المتقدمه ما موجوده بالعراق لحد الان. احنا نتوقع ان شاء الله الثمره اللي او الثمره الصغيره اللي بدينا ان نحصدها من العراق، باحثين العراقيين اللي كانوا برا ورجعوا، هي اللي راح تطور ان شاء الله البحث العلمي في العراق.